مدينة الحفة ما زال القصف مستمر. الله أكبر. مدينة الحفة تباد، مدينة الحفة تباد يا عرب. إيش باري 9/6/2012 ما زالت مدينة الحفة تحت النار. الله أكبر. 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 ما زالت مدينة الحفة تحت النار. 9/6/2012 الله أكبر. ثبات. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر يا عرب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر يا رب. الله أكبر. الساعة 1 ظهرا. الله أكبر. مدينة الحفة تحت النار. صف مدينة الحفة. الله أكبر. الله أكبر. بالطيران بالمدفعية بالهاون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. جماعي للأهالي، لا يوجد أحد في المنطقة. لا يوجد طعام، لا يوجد غاز، لا يوجد أكل. الله أكبر. الله أكبر. القصف. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر يا عرب. الله أكبر يا عرب. الله أكبر. الدمار في كل مكان. الله أكبر. مدينة الحفة 9/6. ما زالت حفة تقصف. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا عرب. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى بيد رسوله. الله اكبر. الله يحميك. احد المناصح، احد المصابين، احد المصابين يقول فداء رسوله، فداء الله وفداء رسوله. الله اكبر. الله اكبر. زجاج السيارات حتى لم يسلم، لم يسلم. حتى الحيوانات لم تسلم، حتى الحيوانات لم تسلم من القصف. الله اكبر. الله اكبر. نقوم بسعف المصاب الان من منطقه الى منطقه لعلاجه. والله والله لا يوجد لدينا دواء. والله لا يوجد لدينا دواء. لا يوجد لدينا دعام. الكهرباء مقطوعة. لا يوجد ماء. يا عرب يا مسلمين، نستصرخكم بالله، أنقذونا، أغيثونا يا الله. يا الله. 9/6/2012 مدينة الحفة، الساعة 1 ظهرا. الطيران في الأعلى يحلق. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.